هذا الفيديو برعاية دوم اترنال. هلا وغلا، الكل يتكلم هاليومين عن الأجهزة القادمة بلايستيشن 5 والإكس بوكس سيريس X، ومن هو فعلا الجهاز الأقوى بينهم. لذلك قررنا نسوي لكم بهذا الفيديو ونرجع بالزمن معاكم ونعلمكم مين عبر التاريخ كان الجهاز الأقوى في كل جيل، وهل فعلا كون الجهاز الأقوى خلى يكون الجهاز الأكثر شعبية ونجاح؟ نبدأ مع جيل أجهزة الثمانينات ونهضة ألعاب الفيديو. هذا الجيل يسمى بجيل 8-bit لأن كانت الأجهزة وقتها قوتها الرسومية 8-bit، وأبرز الأجهزة كانت كمبيوتر العائلة أو الـ NES وسيجا ماستر سيستم، وهذه كانت بداية المنافسة بين شركة نينتندو وشركة سيجا. نبدأ بجهاز السيجا ماستر سيستم. المعالج كان 4 ميجا هرتز، والذاكرة العشوائية كانت تقريباً 25 كيلو بايت، وأبرز ألعابه كانوا أليكس كيد إن ميركل وورلد وسونيك ذا هيدجهوك. أما جهاز الـ NES أو كمبيوتر العائلة، المعالج فيه كان 1.79 ميجا هرتز، والذاكرة العشوائية كانت 5 كيلو بايت، وأبرز ألعابه كانت سوبر ماريو برادرز وذا ليجند أوف زلدا وميترويد. مع أن تفوق جهاز السيجا من ناحية المواصفات واضح بفرق كبير على جهاز النينتندو، إلا أن جهاز النينتندو قدر يتغلب عليه في السوق بسبب جودة الألعاب والتنويع في المحتوى، وأصبح هو الجهاز المنتصر في هذا الجيل، لدرجة أن سوبر ماريو 3 قدرت تطيح بجهاز من الجيل اللي بعده، راح نتكلم عنه بعدين. الآن ننتقل إلى الجيل التالي واللي كان يسمى بجيل 16-bit. صدرت فيه 4 أجهزة وراح نتكلم عنها، بداية بجهاز تيربو جرافيكس 16 وهو من NES. المعالج فيه كان 1.79 ميجا هرتز، وذاك العشوائية كانت 64 كيلو بايت، وأبرز ألعابه كان لعبة بونكس أدفنتشر ولعبة كاسلفانيا روندو أوف بلود. الجهاز اللي بعده كان جهاز السيجا ميجا درايف أو الجينيسيس، وكان يعتبر دخول سيجا إلى عالم 16 بيت، والمعالج اللي فيه كان 7.67 ميجا هرتز، وذاك العشوائية كانت 64 كيلو بايت، وأبرز ألعابه كانت سونيك ذا هيدجهوك وجولدن أكس وستريت أوف ريج. هذا هو الجهاز اللي قصدناه، وقدرت لعبة سوبر ماريو برادرز 3 أنها تتغلب عليه الفترة، رغم أنها لعبة الجهاز من جيل سابق، وهذا دليل على قوة الألعاب في مواجهة العتاد. الجيل هذا أيضاً كان في جهاز السوبر نينتندو أو الـ SNES، وهو منافس نينتندو في عالم الـ 16-bit. المعالج فيه كان 3.58 ميجا هرتز، والذاكرة العشوائية كانت 128 كيلو بايت، وأبرز ألعابه كانت سوبر ماريو وورلد وستار فوكس وغيرها الكثير. ويعتبر من أقوى مكتبات الألعاب في جيل 16-bit. نينتندو اخترعت شريحة معالج مصغر باسم SA1 توضع في أهم ألعابها وترفع قوته إلى 10.74 ميجا هرتز، والسبب أن في ألعاب احتاجت يكون فيها معالج أقوى من المعالج الأصلي مثل لعبة ستار فوكس وسوبر ماريو RPG، واللي كانوا مع أنهم 16-bit إلا أنهم يميلون لرسوم 3D، وكانت تقنية سابقة وقتها من نينتندو. والجهاز الأخير هذا الجيل كان اليوجيو، هو جهاز ألعاب من شركة SNK اللي كانت مشهورة بألعاب الأركيد وقتها، وهم ميزة أن جودة ألعابه كانت مجابة لقوة وجودة ألعاب الأركيد اللي كانوا ينتجونها، ومعالجه كان 12 ميجا هرتز، والذاكرة العشوائية 75 كيلو بايت، وأبرز ألعابه كانت سلاسل فاتل فيوري وكينج أوف فايترز. في هذا الجيل أقوى جهاز من ناحية المواصفات هو بوضوح النيوجيو، لكن مشكلته أنه كان موجه لفئة معينة من الناس وهم من محبي ألعاب الأركيد، وألعابها كانت قليلة وشرطة كانت غالية يوصل سعرها إلى 2000 ريال. لذلك في هذا الجيل تفوقت نينتندو مرة ثانية على سيجا وباقي المنافسين من ناحية المبيعات وأيضا من ناحية جودة الألعاب، لكن هذه المرة سيجا كانت منافس شرس وقدر جهازها يبيع في مناطق معينة أكثر من سوبر نينتندو في أوقات معينة. الجيل التالي من الألعاب لا أكثر من مسمى بسبب أنه ظهرت فيه أجهزة بتقنيات مختلفة، ويسمى بجيل 32-bit و64-bit وعصر 3DO. البداية كانت بجهاز 3DO، وكانت قوة المعالج 12.5 ميجا هرتز، والذاكرة العشوائية 3 ميجا بايت، وأبرز ألعابه كانت جيكس وين كوماندر 3 ونايت تراب، واشتهر بأن ألعابه كانت تعتمد على تقنية الـ FMV أو الـ Full Motion Video، وتعني أن اللعبة عبارة عن مقاطع فيديو حية، وطريقة اللعب تتم عبر ضغط أوامر وتتغير المشاهد حسب اختيارك لها، كان وقتها تقنية رائجة. الجهاز اللي بعده هو جهاز الأتاري جاكوار. من الحين أقول لكم يعتبر أفشل جهاز أنتجته شركة أتاري، وكان سبب في تدميرها وعدم دخولها إلى عالم أجهزة الألعاب من بعده. قوة المعالج كانت 27 ميجا هرتز، وذاك العشوائية كانت 2 ميجا بايت،
واتاري سوقت الجهاز على أنه أول جهاز ألعاب منزلي يوصل إلى قوة 64 بت. وطبعاً بعد ما نزل في السوق وصدرت عليه ألعابه، وضح للناس أن الجهاز قدرة الرسومية كانت تعيسة جداً، لدرجة أن في بعض ألعابه كانت أسوأ في المظهر والأداء من ألعاب السوبر نتندو. الجهاز اللي بعده هو جهاز السيجا ساتن، وهو يعتبر محاولة سيجا الفعلية في الدخول إلى سوق 32 بت. إطلاق الجهاز يعتبر الأسوأ في التاريخ، سوينا لكم فيديو شرحنا فيه قصته على القناة لا يفوتكم. قوة المعالج هي 28.63 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية 4.5 ميجا بايت. أبرز ألعابه كانت فيرتشو فايتر، ويعتبر أول جهاز سيجا ما في لعبة شخصية سونيك. الجهاز اللي بعده هو البلاي ستيشن، ويعتبر أول دخول لسوني في عالم الألعاب، ونجحت نجاح ساحق. قوة المعالج كانت 33.86 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية 2 ميجا بايت. أهم ألعابه كانت ريزنت إيفل وكراش بانديكوت. الجهاز اللي بعده هو جهاز نينتندو 64، وكانت مفاجأة من نينتندو بحيث توجهت على طول إلى 64 بت بدل 32 بت، واستمرت في استخدام الأشرطة بدل السي دي زي باقي المنافسين، وهذا قلص فترات التحميل اللي هو هدف نينتندو الرئيسي. النينتندو 64 كان يعطي رسوم 64 بت، وقوة المعالج هي 93 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية كانت 4 ميجا بايت. في هذا الجيل أقوى جهاز من ناحية المواصفات والأداء كان نينتندو 64، لكن الجهاز اللي نجح في المبيعات هو جهاز بلاي ستيشن، والسبب مكتبة ألعاب المتنوعة والكبيرة وجودتها العالية. النينتندو 64 مشكلته ألعابه ممتازة كانت قليلة، وغلبها من نينتندو نفسهم، ويعتبر أول جيل ما فازت فيه نينتندو. ودخلنا الحين إلى الجيل التالي، واللي يسمى بجيل الـ 128 بت، ونبدأ بجهاز السيجا دريم كاست، واللي يعتبر رجعة سيجا القوية إلى عالم الألعاب بعد فشل جهازهم السيجا ساتن. الجهاز كان ممتاز جدا من ناحية المواصفات والأداء، وكان أول جهاز يدخلك العالم الـ 128 بت. وأهم ميزة فيه أنه كان يستخدم رقاقة النوومي، واللي كانت وقتها تستخدم في ألعاب الأركيد القتالية مثل مارفل فيسس كابكوم 2 وجلتي جير وغيرها الكثير. وقوة معالجة كانت 200 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية 16 ميجا بايت. وأهم ألعابه كانت سونيك أدفنتشر وسول كاليبر وريزنت إيفل كود فيرونيكا. الجهاز اللي بعده يعد واحد من أهم نجاحات سوني في التاريخ، البلاي ستيشن 2. إصداره كان قوي جدا، ومكتبة ألعابه كانت متنوعة وجودتها عالية. قوة معالجة كانت 300 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية 32 ميجا بايت. وأهم ألعابه كانت Grand Theft Auto 3، Metal Gear Solid 2 وFinal Fantasy 10. الجهاز اللي بعده يعتبر دخلت نينتندو إلى عالم الـ 128 بت. هذا كان أول جهاز من نينتندو يستخدم الأقراص بدل الأشرطة. قوة المعالج كانت 485 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية كانت 24 ميجا بايت. وهم ألعابهم سوبر سماش ميلي، لويجيز مانشن، وسوبر ماريو سانشاين. الجهاز الأخير هذا الجيل كان مفاجأة وقتها للجميع، ويعتبر أول دخول لمايكروسوفت إلى عالم أجهزة الألعاب المنزلي بجهاز الإكس بوكس. نجح الجهاز واصدرت عليه واحدة من أفضل ألعاب الشوتر الأسطورية، وهي هيلو، وكانت السبب الرئيسي في بيع الجهاز. قوة المعالج فيه كانت 733 ميجاهاتز، والذاكرة العشوائية كانت 64 ميجا بايت. كان جهاز جبار، وهم ألعابه هي كانت هيلو وفورزا. طبعا الجهاز اللي فاز من ناحية المواصفات والأداء هو الجهاز الإكس بوكس، لكن الفائز الحقيقي هو البلاي ستيشن 2 من ناحية النجاح والسوق، وهذا بفضل سمعة سوني القوية من جهازها الماضي ومكتبة ألعاب الرهيبة الكثيرة. وأيضا يعتبر البلاي ستيشن 2 أكثر جهاز ألعاب منزلي مبيعا في التاريخ. الآن وصلنا للجيل السابع، ومصر في مسميات حسب البت، لأن الرسوميات فاقت التقنية القديمة وصار صعب تسميتها بهالطريقة. من هنا تبدأ المنافسة الفعلية بين شركة سوني وشركة مايكروسوفت. نبدأ بجهاز الإكس بوكس 360. قوة المعالج كانت 3.2 جيجاهاتز، والذاكرة العشوائية كانت 512 ميجا بايت. أهم ألعابه كانت هيلو 3 وجيرز 4. الجهاز المنافس الرئيسي له هو كان بلايستيشن 3، كانت قوة معالجه 3.2 جيجاهاتز، والذاكرة العشوائية قوتها 512 ميجا بايت. وأهم ألعابه كانت أنشارتد، مثل جير سوليد 4 وذا لاست أوف أس. وصلنا أخيرا إلى جهاز نينتندو في هذا الجيل، وهو نينتندو وي. هذه المرة نينتندو قررت أنها تهمل تركيزها عن مواصفات جهازها، وتركز أكثر على جلب نوعيات جديدة من الناس إلى منصتها عبر تقديم نوع جديد من التحكم يعتمد على الحركة. تخيلوا الجهاز حتى منفذ HDMI ما كان فيه. قوة المعالج كانت 729 ميجاهات، والذاكرة العشوائية 24 ميجا بايت. أبرز ألعابه كانت سوبر ماريو جالاكسي 2 وسوبر سماش برو.
بينما هذا الجيل سوني ومايكروسوفت كان عندهم الجهاز الأقوى بشكل متعادل، إلا أن المنتصر في هذا الجيل من ناحية المبيعات والنجاح التجاري كان من نصيب جهاز النينتندو وي، واللي يحمل مواصفات من الجيل الماضي، وقدر بأفكاره المبتكرة لأساليب اللعبة أنه يحقق نجاح الغير متوقع. وصلنا أخيراً لآخر جيل من الألعاب ولنعيش آخر أيامه حالياً. في هذا الجيل بدأت عادة جديدة عند شركات الألعاب بتغيير المفاهيم نوعاً ما، بحيث أصدرت شركات الألعاب نسخة مطورة من أجهزتها في منتصف الجيل. لذلك في هذه المقارنة بنستخدم النسخة الأحدث والأقوى من كل منافس. نبدأ مع جهاز بلايستيشن 4 برو. المعالج قوته 8 أنوية بسرعة 2 جيجا هرتز، والقدرة الرسومية كانت 4.2 تيرا فلوب. أما الذاكرة العشوائية فكانت 8 جيجا بايت. أهم ألعابها كانت أنشارتد 4 وبلاد بون. بالمقابل مايكروسوفت كان عندها الإكس بوكس 1 إكس، ويعتبر أقوى جهاز ألعاب موجود حالياً. قوة معالجه 8 أنوية بسرعة 2.30 جيجا هرتز، والقدرة الرسومية كانت 6 تيرا فلوب، والذاكرة العشوائية 12 جيجا بايت. وأهم ألعابها هي فورزا موتور سبورت 7 وهيلو 5 وكاب هيد. نينتندو كان لها توجه مختلف أيضا هذا الجيل بجهازه من نينتندو سويتش، تواصل إبداعها وبالأفكار الجديدة، وهذه المرة مع جهاز نقدر نستخدمه في وضع المحمول والوضع التلفازي. قوة الجهاز كانت 4 أنوية بسرعة 1.2 جيجا هرتز، والذاكرة العشوائية 4 جيجا بايت. أبرز ألعابها كانت سوبر ماريو أوديسي وذا ليجند أوف زلدا بريث أوف ذا وايلد. في هذا الجيل ينتصر من ناحية المواصفات والقوة الإكس بوكس 1 إكس، لكن من ناحية النجاح والمبيعات فجهاز بلايستيشن 4 اكتسح السوق بضعف مبيعات الإكس بوكس. حاليا نينتندو سويتش اللي صدر منتصف الجيل يتفوق في الأداء السوقي، لكن هذا أمر منطقي بحكم أننا على مشارف نهاية الجيل ونترقب معركة جديدة بين مايكروسوفت وسوني لإطلاق أجهزة الجيل القادم القوية الخاصة فيهم. أتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، ولا تنسون ادعمونا باللايك واشتركوا بالقناة وفعل الجرس. كان معكم فهد الشيحة، يعطيكم العافية ومع السلامة.